نتكلموا على الاغنيه مع من تعاملتي الكليب تفاصيل ديال التفاصيل بما ان اغنيه جديده ديتاي اوكي بعدا نقول لك مع من تعاملتي هاد لا شانسون كيف كيف الناس يا كلمات ونحن خليت سلام من توزيع بلال افريكانو الاخراج ديال الكليب كان من الابداع صديقي سعيد موساريه الاغنيه جاتني باغازار من عند خالد وخفت منها في الاول مي قال لي نو غتاخذيها بزز كيفاش باغازار كيفاش حبيتي عاودي لي هاد باغازار هاد اللعيبه خفت منها عجبتني دابا كنت كنوجد في الاغاني ديال الالبوم وخالد سلام راه هو اللي كنخدم معاه في لحد الان في كاع عملي المغربيه لا دادا حياني ولا دار العام هو اللي دارهم ليا فجاه وصلتني لا شانسون كنت في البحر جو مغابيل تخي بيان وخفت منها ملي سمعتها قلت زينب اطون سي اون تخي بيان شانسون واش هذا لو ستيل انت بعدا تقدري بعدا تغني اوكي قلت له خالد سي اون تخي بيان شانسون وانا ديما كندير الفورورد لمحمود سيغ بلاس يعني باش هو يعطيني رايه قلت له راني خفت منها ما عرفتش علاش قال لي هذه الاغنيه غتغنيها صافي زالينا